بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، رب تكونوا جميعا بخير وفي صحة جيدة. النهاردة إن شاء الله نتناول مع بعض الجزء الثاني أو الفيديو الثاني من الوحدة الثانية لو كلوب دي جورمون. وفي الجزء ده هنتكلم مع بعض حوالين حاجات مهمة بتيجي كتعبيرات في الامتحان حوالين المواقف أو أحيانا الجرامير. أول جزء في les expressions des sensations، تعبيرات المشاعر، les expressions des sensations. أول التعبيرات، طبعا التعبيرات دي مهمة كلها وفي نفس الوقت بتستخدم مع verb avoir. ده أول حاجة مهمة تعرفوها، تستخدم التعبيرات دي مع verb avoir، بنصرفه مع جميع الضمائر. طيب التعبير نفسه بقى كلمة on vit de, avoir on vit de, avoir besoin de، التعبيرات اللي هنترجمها سوا دلوقتي، هل التعبيرات دي avoir faim, avoir soif, avoir peur, avoir froid, avoir chaud بتجمع أو بتؤنث؟ أبدا، بتظل كما هي. اللي بيتغير هو تصريف verb avoir. ناخد مثال، ناخد أول تعبير avoir on vit de، بيجي دايما بعد avoir on vit de اللي هو بمعنى يرغب أن، بيجي بعديه لانفينيتيف مصدر الفعل. طيب ناخد مثال جي اونفي دالي، طبعا الدو اتغيرت الى دو ابوستروف عشان بعدها فيرب الي بادئ بحرف فويل. جي اونفي دالي ا لا بيسين، لاحظوا صرفنا افوار مع جو جي وكملنا الجمله. افوار بزوان دو يحتاج الى، بيجي بعديه احيانا نو اسم واحيانا لانفينيتيف مصدر. ناخد مثال معناه طبعا يحتاج الى، tu as صرفنا فيرب avoir مع tu، tu as besoin de l'argent تحتاج إلى المال، tu as besoin de boire تحتاج أن تشرب. ده هنا اسم de l'argent وهنا فعل de boire. نيجي بقى للتعبيرات اللي باللون الأخضر دي، تعبيرات مهمة جدا بتيجي كتير جدا في الامتحان زي avoir faim، avoir faim جوعان أو يشعر بالجوع. il a faim هو يشعر بالجوع. Il veut manger، يريد أن يأكل au restaurant. Avoir soif، يشعر بالعطش أو عطشان. Elle a soif، هي تشعر بالعطش. Elle veut boire، تريد أن تشرب un peu d'eau، قليل من الماء. Avoir peur، يشعر بالخوف. Nous avons، صرفنا avoir مع nous، nous avons peur، نشعر بالخوف، des avions، من الطائرات. On préfère le train، نفضل القطار. التعبير اللي بعديه avoir froid، avoir froid يشعر بالبرد. Si vous avez froid، لو انتم بتشعروا بالبرد، fermez، اقفلوا la fenêtre، الشباك. Avoir chaud، يشعر بالحر. Ils ont chaud، هم يشعروا بالحر. Ils vont à la plage، يذهبوا الى البلاج. لو لاحظنا طلابنا وطالباتنا الاعزاء، لو لاحظنا مع avoir صرفنا مع جو ا اي، مع tu ا اس، الى الا، nous avons، vous avez، il و ال زو، صرفنا الفعل. لكن لاحظ بقى on vit، besoin، faim، soif، peur، froid، chaud، كلمات لا تتغير لا مع مذكر ولا مؤنث ولا جمع ولا مفرد. ده الجزء الاول رقم واحد. رقم دو les situations، المواقف. المواقف أسئلة بتيجي في الامتحان كتير، حوالي 10 جمل أو 10 جمل، بنحل منهم 9 لكن احنا كده كده بنحل العشرة بتسع درجات. أول موقف pour parler des repas، عشان نتكلم عن الوجبات، et des boissons de la journée، ومشروبات اليوم، الوجبات والمشروبات. تعال نشوف أول سؤال في المواقف. ساعات نسأل عن عدد الوجبات، كومبيان دو، ومتفقين من زمان الدو دي ثابتة، ما بتتجمعش، ما بتتأنسش، ملهاش مذكر، هي بتتكتب دو أو دو أبوستروف حسب الاسم اللي بعدها، وبيجي بعدها اسم جمع. كومبيان دو روبا تي برو بار جور، كم وجبة تتناول يوميا؟ لما أجي أرد أقول عدد الوجبات اللي باكلها، معروف كده في العالم جو برو كاتر روبا، باكل أربع وجبات، يبقى سألت عن العدد فقلت عدد 4 روبا. طب نشوف انواع الوجبات ايه، لما اسال عن ايه هي الوجبات، كل سو الوجبات كلمه مذكر،
فقلنا كيل بإل واحدة، أس للجمع المذكر، سو لي روبا دي جور، كيل سو لي روبا دي جور، ما هي وجبات اليوم؟ لما أجي أرد أحدد الوجبات هقول إيل الوجبات جمع مذكر، سو بتكون أربع وجبات، لو بتي دي جيني وجبة الفطار اللي باللون الأخضر دي، لو دي جيني وجبة الغداء باللون الأحمر، لو جوتي الوجبة الخفيفة أو التصبيرة اللي باللون اللبني، إيه لو ديني ووجبة العشاء اللي باللون الكحلي دي أو الأزرق. دول كلهم لو لاحظتوا لو كلهم مذكر، لما بنعرفهم بياخدوا لو، لما نقول قبلهم حروف جر بياخدوا حرف الجر أو آ إي. كاسك السؤال اللي بعديه، كاسك فو مونجي أو، أدي حرف الجر أو، أو بتي دي جيني، ماذا تتناول في وجبة الفطار؟ نحدد، احنا طبعا بناكل حاجات مختلفة عن بعضنا كلنا، لكن الحاجات المشهورة في المنهج عندنا جو مونج دي كرواسون، باكل كرواسون فطائر، افيك دو لا كونفيتور مع مربى. كاسك تو بوا، ماذا تشرب؟ واحيانا اقول كاسك تو نو بوا با، ما بتشربش ايه؟ لو نرد على الاثبات كاسك تو بوا هقول له جو بوا دو تي او دو كافي، أو في النفي كاسك نو بوا با، ما بتشربش إيه؟ جو نو بوا با دو صودا. وقلنا من في الجرامير إن دي ودو لا ودو إلا أبوستروف ودي أدوات تجزئة بتحول عند النفي إلى دو ما عدا مع فيرب أتر. نروح لرقم دو، بور دوموندي إي بارلي، عشان نسأل ونتكلم دي جو أليمونتير، عن الميول الغذائية أليمونتير، بسأل عن الميول الغذائية، فممكن أقول كاسك تو ام، ماذا تحب؟ بيان، بتحب ايه كويس؟ بتحب ايه جدا؟ جيم بيان لو بواسو، بحب جيدا لو بواسو. ايه ده؟ كلمة بواسو واخدة لو، ليه؟ اصلا عندي فعل من افعال الميول مش من افعال التجزئة، يبقى لو بواسو. كاسك تو نيم با، ماذا لا تحب؟ جو نيم با لو بولي، ده برضه هنا كمان مع ان في نفي، واخد لو بولي الفراخ، ليه؟ اصل انا عندي ايمي وبريفيري وادوري وديتستي، الافعال دي اثباتها ونفيها بياخد ادوات ارتيكل ديفيني، ادوات معرفه. كيل بلا، اي طبق؟ تو ام مونجي، اي طبق تحب ان تتناول او تاكل؟ جيم مونجي، لاحظ بقى التغير هنا، في ام بس في مونجي، ومونجي هو اللي جاي معاه اداه التجزئه، يبقى اقول جيم مونجي دو لا فيوند، فخدنا دو لا. كاسك تو ام، ماذا تحب؟ كوم، فاكرين كلمة كوم دي؟ كنا بنقولها مع الرياضة، كاسك تو ام كوم سبو، أي ماذا تحب كرياضة؟ تمشي مع كل حاجة، أصل السؤال ده مش عشان الرياضة بس، كاسك تو ام كوم بواسو، ماذا تحب كمشروب؟ جيم لي بواسو، لاحظ بقى كلمة بواسو علشان هي جمع في ميناء مؤنث بلوريال في ميناء، هنقول جيم لي بواسو غازوز، لاحظ كلمة غازوز اخرها او اس جمع مؤنث. شد مشروبات ساخنه جمع مؤنث او اس. لي بواسو فورواد اخرها او اس، كل ده جمع مؤنث، غازوز مشروبات غازيه، شد ساخنه، فورواد بارده. السؤال اللي بعديه، كلمه بواسو زي ما اتفقنا مؤنث، فلما اقول لك كيل بواسو، اي مشروب تي ادو تعشق؟ جادو لو جو دورانج، بعشق مشروب البرتقال او عصير البرتقال. كيل جلاس، اي ايس كريم؟ الايس كريم في ميناء مؤنث، يبقى كيل جلاس. تو بريفير بروندر، تفضل ان تتناول. جو بريفير بروندر، بروندر فعل من افعال التجزئه. دولا جلاس، انا بفضل اتناول جلاس ايس كريم او شوكولا، بالشوكولاته، الشوكولاته مذكر فواخده حرف الجر او، يبقى بعد دولا جلاس بنكتب حرف جر او الا الا ابوستروف وهكذا او شوكولا. اكل بارفان، باي طعم؟ كلمه بارفان مذكر تاخد كيل، اكل بارفان باي طعم؟ فولي فو فوتر جلاس، انت عايز الجلاس بتاعتك بايه؟ ده لو في عندنا فندور بيسال هيقول السؤال ده، فقال الزبون يرد جو فو اون جلاس، اريد اون جلاس، جلاس ايس كريم، الا فريز بالفراولة، ألا فانيل بالفانيليا، ألا نانا، وساعات تتنطق أناناس، ألا نانا، يبقى عندي ألا للمؤنث، أ إلا أبوستروف المتحرك، أو شوكولا للمذكر. السؤال اللي بعديه رقم تروى، بور فير ديزاشا،
لما اجي اتكلم عن المشتريات فيرلي كورز عن التسوق، بتسأل احيانا عن مكان التسوق، او اين، او تو في، اين تعمل لكورز، اين تتسوق في لكورز، جو في لكورز او مارشي في السوق، وساعات او سوبر مارشي في السوبر ماركت. طيب سألني كده اين، عرفت المكان، كون متى، اي افيك كي، ومع من، كون اي افيك كي، تو في دي زاشا، مع مين ومتى تتسوق. جو في دي زاشا لو ماردي، قلنا التلات، متى صباحا، افيك ما سوغ مع اختي. كاسك تو اشوت، ماذا تشتري، او مارشي بتشتري ايه من السوق. هنقول كده بقى المشتريات بتاعتنا، فنقول جاشت دو ري، بشتري ارز، دو بان خبز، دو لا فيوند لحمه، اي دي ليجوم وخضار. شيكي عند من، وده مهم جدا يا جماعه نعرف الفرق ما بين الاماكن والاشخاص. شيكي عند من، تي ابورت تحضر، لي برودوي دولامير بتحضر منتجات البحر من عند مين، برودوي دولامير. فقال جو لي زابورت احضرهم، بجيبهم، ده ضمير شخصي عائد على كلمه لي برودوي دولامير. شي عند لو بواسوني، وفي قبل كده لما شرحنا في نفس الوحده بس في شرح الدروس كنا بنقول ان لو بواسوني، بصوا كده على كلمه بواسوني اخرها المقطع ده اي او ال، مش كده؟ اي مهنه، اي كلمه اسم تنتهي باي او ار اعرف ان هي مهنه ومذكر. الكلمات يا جماعه اللي بتنتهي اي او ار تعتبر اسماء مهن مذكر، فنسبق دايما المهن المذكر شي ونقول شي لو بواسوني. طبعا عندنا مهن اخرى، شي لو باتيسي، انا مش كاتبهم دلوقتي لاني خدناهم قبل كده، شي لو باتيسي عند الحلواني اخرها اي او ار، شي لانفيرمي عند الممرض اخرها اي او ار، شي لو بومبي عند رجل الاطفاء اخرها اي او ار، وهكذا كتير. شي لو بوشي برضو المهن اللي اخرها او ار، مش اي او ار، او ار زي بوشي جزار، بلونجي خباز او فران اخرها او ار، يبقى دي مهن ناخد قبلها شي لو. لكن الفرق بين المهن والاماكن، هلاقي الاماكن دايما في ميناء مؤنث اللي هي مثلا بواسوني، بواسونيري، بواسونيري اللي هو محل سمك اخرها ار اي او، يبقى ده مكان مؤنث. بلونجيري مخبز اخرها ار اي او، ليبريري مكتبه اخرها ار اي او، كل ده يبقى مكان ومؤنث فيسبق بحروف جر ا لا. لكن هنا شي لو بواسونيي عند السمك. السؤال الرابع في السيتياسيون، بور انديكي علشان نشير الى، نوضح، لي ريون اقسام دي سوبر مارشي، اقسام السوبر ماركت. ممكن اتسال عن الاقسام نفسها اللي في السوبر ماركت، اقول مثلا او اون دوا، اين يجب، سوروندر نتوجه، سوروندر. بور اشوتي لشراء كالك شوز، شيء ما، ابواغ نشربه للشرب. طب المكان اللي هشتري منه مشروبات ايه، ايا كان المشروبات، او ريو في قسم بواسو المشروبات، اكل ريو في اي قسم، وريو كلمة مذكر فعشان كده بنقول كل بقل واحدة، اكل ريو في اي قسم او الى اي قسم، فوزالي بوراشوتي دولي علشان نشتري لبن، اي دو بور وزبدة او سمنة، او ريو في قسم برودوي ليتيه قسم منتجات الالبان. أكل ريو إلى أي قسم فوزا شوتي تشتري، أو في أي قسم تشتري دي لونتي العدس، إي دي بات والمكرونة، أو ريو في قسم برودوي سيريالي قسم منتجات الحبوب. سؤال نمرو 5، بور دوموندي لي زانجريديان، للسؤال عن المقادير، إي دي كونتيتي والكميات، تو مي تضع، كومبيان دو بسأل عن كمية أو عدد، tu mets combien de pommes، كم من التفاح تضع، dans ton gâteau في الجاتو بتاعتك، j'en mets، لاحظ كده الضمير او، j'en mets اضع منه تروى، عشان بتكلم على كمية فقلت او، j'en mets تروى.
كومبيان دو جرام، كم من الجرامات دو سكر، من السكر، تيومي دونتون جاتو. لما اجي ارد جون مي دو سو سانكونت، دو سو 200، سانكونت جرام. تو فو دي بوم، تريد تفاح، فرديت قلت له وي، جون فو اريد منه دو كيلو، جون فو دو كيلو. فو فولي دو لا فيوند، تريد لحم وي، جون اشوت اشتري منه دو سو سانكونت جرام. سؤال نمرو 6، بور دوموندي لو بري، بتسأل عن السعر، دي زاشا سعر المشتريات. وده مهم يا جماعة، وفي كذا طريقة للسؤال عن السعر. ممكن نقول مثلا لو كيلو دو سو سي سو، كيلو السجق، سي كومبيا. لما بختم الجملة بسأل عن حاجة معينة تمنها كام، ممكن أختم بكلمة سي كومبيا، بكام. لو هنرد أو بائع هيرد، 15 أورو لو كيلو، 15 يورو الكيلو. كومبيان كوت، كم يتكلف لو كيلو دو بواسو. هنا قلنا كومبيان كوت، بجاي بعدها الاسم مفرد، فتلاقينا كوت مفرد غائب طبعا، فقلنا اخرها او. طب لو الاسم ده جمع ليه كيلو، كيلوهات، دو كيلو، 2 كيلو، كنا لقينا كوت اخرها او ان تي، يبقى كومبيان كوت فعل كوت يتكلف، كومبيان كوت لو كيلو دو بواسو. سان كونت 50، ال او لو كيلو 50 جنيه الكيلو. يبقى عندنا اورو عمله العمله الاوروبيه، ال او العمله المصريه. كمل، كالي لو بري ما ثمن، طريقه ثالثه، كالي لو بري ما ثمن دي لتر دو لي، ثمن لتر اللبن. 10 فرانك لو كيلو، 10 فرانك الكيلو، العمله الفرنسيه. لو كيلو دو فيوند، كيلو اللحمه، صافي كومبيا، دي طريقه اخرى، صافي يعمل كومبيا، كام. سو اورو لو كيلو، 100 يورو الكيلو. رقم 7، اخر جزء في المواقف، بور دو موندي كالك شوز، عشان نطلب حاجه. جمل الطلب كتير لكنها معناها واحد. لما نقول مثلا في جمل الطلب جو فو، استخدمنا فيرب فولوار، جو فو. اون بوتي، اريد زجاجه دو من الماء، سيلفو بلي، لاحظ في الاخر كاتب ايه، سيلفو بلي، من فضلك. او طريقه تانية، فيرب فولوار بس في زمن اخر مش عندنا، لكن نعرف ان هو زمن اسمه بريزو كوند، بريزو كوندسينال، مضارع شرطي. جو فودري لاديسيون، اريد الحساب، سيلفو بلي، من فضلك، اديسيو فاتوره الحساب. دوني موا، اعطيني، ممكن بالامر، دوني موا دو كيلو دو بواسو، اديني 2 كيلو من السمك، سيلفو بلي. او طريقه اخرى بالامر، ابورتي موا، احضر لي. ام فير دو، كوب من الماء، سيلفو بلي. او بطريقه سؤال، فوزافي دي بوم، عندكم تفاح، سيلفو بلي. او طريقه اخرى من غير ما اقول جو فو ولا جو فودري، اقول له مينو سيلفو بلي، قائمه الطعام لو سمحت. ده كل المواقف اللي موجوده في الوحده الثانيه. نروح للجزء الاخير، لوميل اي لو سوجي، الايميل والموضوع. قلنا قبل كده الايميل ده بحله جزء منه من داخل الجمله نفسها، والايميل دايما يطلب مني ريبو، اجب با تروا فراز كومبلت، جاوب بثلاث جمل كامله. ما ينفعش اختصر يا جماعه واكتب الحل على طول، لازم اكتب جمل كامله، فاعل، فعل، مفعول، اسوميل، ويبقى عليك كاتر بوان. الايميل بتاعنا النهارده في الوحده الثانيه بيقول سالو رنا، كومو، كيف، تي فا، تذهبي او سوبر مارشي. ده السؤال الاول، كو، ومتى تذهبي، كاسك، وماذا، تي اشت، تشتري، روفوار، صغا. تعال نشوف الرد، رنا هترد على ساره بتقول لها سالو صغا، جو في او سوبر مارشي ابيي، بروح على القدم، قلنا وسيله الايه، المواصلات او الطريقه اللي بروح بيها السوبر ماركت. جوفي لازم اكمل، جوفي اذهب لو ماردي، يوم الثلاث. جاشت بشتري، اقول بقى المشتريات بتاعتي، ديري اورز، دو لا فيوند لحمه، اي دي ليجوم سك، وخضار مجفف. روفوار رن. الموضوعات، الموضوع بيجي يقول لي تريت لاند دو سوجي، بيجي لي موضوعين بختار موضوع، بيبقى عليه سانك بوا. فوزالي او سوبر مارشي، انت بتروح السوبر ماركت. راكونتي احكي، بس بيديني كلمات داله على الموضوع. فير قلنا معناها بتيجي مع التسوق. ريو قسم، بتروح قسم ايه وبتشتري ايه. كونفيتور المربى،
يعني مضطر اكتب وانا بتكلم عن قسم الايه المربى، بشتري مربى. لومار دي، نبدا الموضوع، احدد اليوم اللي بروح فيه السوق. لومار دي، كمل. جوفي لي كورز، جوفي لي كورز، بتسوق، اكيد بتسوق مع حد، مامتي، اختي، اخويا، افيك ما سور، مع اختي. ادي جمله خدنا فيها فيرب فير. اون في تو نوز اشا، وبحدد ان انا بعمل اون في تو نوز اشا كل مشترياتنا او سوبر مارشي، من السوبر ماركت. طيب بروح قسم ايه او اشتري ايه؟ خدت انا الاقسام بلون مختلف، اللون الاحمر ده او ريو، في قسم برودويليتي، قسم منتجات الالبان. جاشوت، بشتري، دو لتر، 2 لتر، دولي من اللبن، اي دي فروماج، وجبنه، بلون، بيضاء. اوريو بان، في قسم الخبز. ما سور، اختي، اشوت، تشتري، دي بان، عيش، اي دي كرواسو، وفطائر. اوريو، في قسم كونفيتور، المربى، بسكوي، البسكوت، اي شوكولا، والشوكولاتات. جو برو، اخذ، ام بو دو كونفيتور، بطرمان، مربى، اي دو ميل، ميل، وبطرمان من العسل، ام بو دو كونفيتور، اي دو ميل، وبطرمان عسل. اوريو فيوند، في قسم اللحوم. جاشت ان كيلو دو فيوند، كيلو من اللحم، اي ام بولي، وفرخة او دجاجة. ده الموضوع الاول، تناولنا فيه الاقسام وبنشتري منها ايه. الموضوع الثاني، فو بارلي دي روبا، بتتكلم عن وجبات ديجور اليوم. اي دو سوكو فو مونجي، وماذا تتناول او تاكل. اشاك روبا، في كل وجبه. ومدينا افعال، فيرب براندر، يتناول، فامي، الاسره، لوجوتي، وجبه خفيفه. تعالوا نشوف الوجبات. جوبرو كاتر روبا، بتناول اربع وجبات بارجور في اليوم. الوجبات اتفقنا لما اجي ابدا بيها جمله واقول في وجبه كذا، بتاخد حرف الجر او، لانهم كلهم مذكر. او بتي ديجيني، في وجبه الفطار، احدد باكل ايه. جو مونج دي تارتين، باكل شرائح خبز بالمربى او باي حاجه من الحاجات الحلوه، دي تارتين. اي جو بوا دي تي، وبتناول او بشرب شاي. الكلام ده امتى؟ اساتور، فحددت وقت، ساتور 7 صباحا. او ديجيني، في الغداء، جو مونج دو لا فيوند، باكل لحمه، دي فريت، بطاطس محمره، دي بات، مكرونه، اي دولا سالاد، غدا بقى. كانزور، الساعة 15، يعني تروازور، الساعة 3، دولا بريميدي، بعد الظهر. او جوتي، في الوجبة الخفيفة، جو برو ان فروي، باكل فاكهاية، او دي بسكوي، او بسكوت. لو سوار، مساء، او ديني، في العشاء، جو مونج دي ياورت، دي ياورت، زبادي، جو مونج دي ياورت. دي فروماج، جبنه، اين بوم افيك ما فامي، وبتناول الوجبه دي افيك ما فامي، مع اسرتي. يبقى كده استخدمت الكلمات اللي فوق، اتكلمت عن الموضوع الثاني، وجبات اليوم وماذا اتناول فيها. كده احبائي الطلاب، انتهينا من الوحده الثانيه. كل حاجة محتاجة مننا جهد، لازم الحاجات دي نهتم بيها ونكتبها ونسمعها كويس مرة واثنين وثلاثة، هتبسط لنا المعلومة، وإن شاء الله نقدر نحل في الامتحان لو جالي أي سؤال على الوحدة دي. إن شاء الله نلتقي مع بعض في الوحدة الثالثة. ما تنسوش تشيروا الفيديو ده لكل زمايلكم، وتهتموا كثيرا بأنكم تحلوا امتحانات الفترة دي، حتى يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا، ونلتقي على خير، لأنكم وحشتونا كتير. السلام عليكم، إيه أوروفوار.